والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لو انتم صادقين في الحرية والناس كلها أحرار في واحد يتزوج عمره 17 ونص حرة لين لزيمة اللي تحصل 18 ده ما كم للحرية زي ما بقوله فنازل ناس مستهبلين ما حرية دي ديل دايرين يطبقوا منهج شيوعي ونقول للشباب زيادة من التمسك بالدين وزيادة من الحشمة والحياء زيادة من الرجولة زيادة من المروءة زيادة من المواقف التي تغيظ هؤلاء المجرمين العلمانيين. تحدث هذه البرامج حسب المنظور الإسلامي والخلق السليم إلى هدم ما قام عليه الدين. وأنا والله كيفني جدا إنه اللي انتقدوا البرنامج ده ما ناس دين فقط بل غير الناس اللي بينتسبوا لشنو للدين لأنه ده كلام يعني لا يقبله العقل ولا النقل ولا غير ذلك. أن شوقي تعريفة من الحزب الشيوعي قال في معهد المعلمين كلية التربية جامعة الخرطوم حاليا قال لماذا تلوموننا نحن الشيوعيون على الزنا إن الزنا عادة اجتماعية مورست حتى في بيت النبي الكريم نعوذ بالله وحتى في أدبياتهم في الجامعات بيقولوا التحية للستات العرق والمريسة التي تمارس بالليل الدعارة ثم تنجب أولاد الحرام فنحن أولاد الحرام. ده الناس مجارمة وما عندهم أي حياء ولا عندهم أي خجل وجايين يقولوا ده اللي بيمثلونا والمقدم بتاع البرنامج ده رمل فيها حريف علينا نحن مستقبل ولا شنو؟ قال أول ما يقول ما دايرين حجاب ودايرين كده بتعري الموافق يرفع يده يقول الأغلبية رفعت يدها الأغلبية طريقة النقاش وطريقة الحوار اللي أداروا بها هذا البرنامج كانت عبارة عن استفزاز لمشاعر المؤمنين واستفزاز للأخلاق السودانية والقيم. يعني زي الألفاظ اللي قالوها في البرنامج دي سودانية دي أين هذه أين هذا من القيم السودانية؟ تجي تتكلم أنا فعلوا بي وأنا تحرشوا بي وإلى آخر هل هذا من الحرية؟ وهل هذا مما يعني أمر الله سبحانه وتعالى به؟ فإنت الكلمة الإنجليزية دي أزعفني بها بعدين أوبجيك بس أوبجيك دي وإن دارين تدلعوها قولوا لا جوباك يعني. فاطمة أحمد إبراهيم الهالكة الشيوعية قالت المرأة إذا زنت فإن الله لن يحاسبها ودي قالت لو انت ما مزول مني الله بحاسبني. طيب دي انت كيف عرفتي انه الله ما بحاسبها؟ قال لي ان سياسة الحاكم هي التي دفعتها الى ذلك. يا اخواننا من ناس الطب الناس اللي قروا شيء متعلق بالطب زول جعان بيقدر يزني؟ ان شاء الله دي فيها سعرات حرارية وحاجات كثيرة. وبشركم الشغلة دي ماشى والدعوة ماشى والتوحيد ماشي وبارك الله في كل من له نخوة وكل من له غيرة من السودانيين وغير السودانيين ويا جعفر ولا خضر شغل جايك لقدام برضو. الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد الإخوة الحضور الكرام مشاهدونا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى كما وعدناكم في التعليق على برنامج شباب توك جدل شبابي برنامج يبث عبر قناة ألمانية هي قناة دي دبليو عندها عدة برامج في العالم. تحدث هذه البرامج حسب المنظور الإسلامي والخلق السليم إلى هدم ما قام عليه الدين الإسلامي والخلق الشريف. عدة برامج قدمت منها برنامج يخص السودان المرأة السودانية ماذا تريد. مقدم البرنامج طاف على عدة أحياء من العاصمة الخرطوم لعله والتقى بعدة سيدات ونساء كما زعم وأخذ آرائهم فيما يتعلق بقضايا النساء والحريات وخرج بنتيجة في 4 أيام فقط في 4 أيام يطوف في شوارع العاصمة
فخرج بنتيجة إنه المرأة السودانية مظلومة ومضطهدة ولا بد من اقتلاح حقوقها كما زعم من خلال البرنامج بتاعه. بعد ذاك أعد البرنامج ومعه مساعدون له في البرنامج ده، ويختاروا فئة قليلة جدا من النساء. بعدين احنا حنعرف من خلال برنامجنا انه هل هي تمثل المرأة السودانية ولا لا. المهم اختاروها، منهم الجيدات في كلامهم ومنهم ما ستسمعون عنهم يعني. وعلى العموم إفادات البرنامج والأشياء اللي طلعت به كانت مقززة جدا ومريرة بالنسبة لكل صاحب دين وخلق وقيم سوداني وأصيل، فضلا على الإنسان المتدين والرفيع. كانت النتيجة مقززة، طريقة النقاش وطريقة الحوار اللي أداروا بها هذا البرنامج كانت عبارة عن استفزاز لمشاعر المؤمنين واستفزاز للأخلاق السودانية والقيم اللي تربينا عليها، والمرأة اللي احنا شفناها كأخت قدامنا وأم لينا ولدتنا وغيرها من قطاعات المجتمع والمعلمات اللي ربونا وغيرهم من النساء اللي شفناهم في الشارع. عموما ماذا أحكم من الآن قبل ما نحن نطالع ونشوف الحاصل بالضبط شنو؟ من خلال برنامجنا إن شاء الله تعالى وضيوفنا في الحلقة دي شيخ مزمل، شيخ شهاب وشيخ أحمد البدوي جزاهم الله خير، إن شاء الله تعالى حنعرض برضو مداخلات لبعض الحضور إن كانوا حضور معانا حضور فعلي أو حضور عبر السوشيال ميديا. فتحنا الباب لأنه أي زول يرسل لنا رسالته الدائري والصله لأولئك الناس اللي عملوا البرنامج ده، مقدم البرنامج، القنوات اللي ساعدته، أولياء أمور الفتيات ديل، للشعب السوداني عموما، للمجتمع المسلم في العالم اللي عكست له صورة نتنة وسيئة جدا عن الفتيات السودانيات. عموما احنا بنرحب بالمشاركات وحنقرأ طرف من المشاركات دي اللي وصلتنا عبر فيسبوك والواتساب وغيرها إن شاء الله خلال البرنامج. نبدأ إن شاء الله تعالى بعد الترحيب بالحضور والمشايخ في الحلقة، نبدأ أولا بما دار عليه موضوع الحلقة كلها وبرنامج بتاع شباب توك اللي هو قضية حرية المرأة. ويعني خلاصة البرنامج اللي بيطلع منه بأن المرأة مفترض تنفصل من كل القيود اللي وضع على الدين في المقام الأول، وفي المقام الثاني الوضعت التقاليد والأعراف السمحة اللي وجدناها في شعبنا السوداني. وأنا قبل ما أطرح الأسئلة على المتحدثين في الحلقة وضيوف الحلقة أشيد وأشكر جدا من خالص قلبي كل الناس اللي علقوا على هذا البرنامج من الشعب السوداني الغيور والناس أصحاب الأخلاق والناس اللي أثبتوا تربيتنا التربية الصافية، فضلا عن أعلى من ذلك قيمهم الدينية الأصيلة اللي تمنعهم من مشاهدة برنامج زي ده، فضلا عن إنه يرضوا إنه هذا السلوك يكون سلوك في بيوتهم ولا في أسرهم. فلهم الشكر الجزيل، تعليقات جميلة وأوصاف بعضها يليق بهم كامل اللياقة، وصفوهم بأوصاف شديدة. يعني انت لو طالعت في التعليقات نفس الفيديو بتاعهم، وده مما يؤيد في الأول فشل البرنامج بتاعهم، وإنهم هم طمحوا وطمعوا في إفساد المجتمع السوداني بهذه البساطة والسهولة، لكن التعليقات هي أبلغ رد عليهم. فشكرا لكل من علق تعليقا قيما وجيدا في الرد على هذه المهازل والوقاحات اللي الناس شاهدتها. بعد ذاك نبدأ إن شاء الله. أولا شيخ شهاب، داري لمحة مختصرة عن مسألة الحرية اللي أتاح الإسلام للمرأة في لبسها، في تكلمها مع الناس، في حياة العامة، نشوف الموقف الشرعي يعني شنو.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق والإخلاص في هذه المادة التي يعني نقرر من خلالها أمورا هي من الثوابت إن شاء الله سبحانه وتعالى عند الناس. وأنا لو كنت أتحدث عن مسألة الحرية ردا أو مناقشة لناس طرحوا الموضوع من باب حتى الشبهات بطريقة تليق وطريقة يعني فيها احترام حتى يعني عقائد الآخرين كما يزعمونهم، لكان الطرح يعني فيه نوع من العلمية، لكن وده خطابهم كله كان فيه نوع من التعالي والتحدي للمسلمين في دينهم وشعائرهم وفي طبقات المجتمع المتعلم، فيهم اللي بيفهم، فيهم اللي بيقرأ، فيهم اللي بيناقش، فيهم اللي بيرد هذا الباطل. كذلك يعني استخدموا أسلوب الكذب والتضليل وتزوير الحقائق والألقاب الضخمة والهالات الكلمات الكبيرة اللي بيشوشوا بها على الناس. كذلك ودي نقطة مهمة، لأنه عشان بعدين ما في ناس يجوا البرنامج يقول لنا يا أخواننا أنتوا كلامكم كان شين. من طابع هذا البرنامج الفحش والتفحش في الأقوال والإسفاف والاستفزاز لمشاعر الرجال الذين يعني يستمعون إلى هذا البرنامج. مسألة الحرية هي مسألة محسومة ومعروفة، والمرأة الإسلام لا ينظر إليها ككائن مستقل تنفصل عن مجتمع وتنفصل عن قيم وتنفصل عن تقاليد وعادات، وإنما هي مخلوق اجتماعي من بني آدم كلفها الله سبحانه وتعالى كما كلف الرجل. وهذا من الاصطناع لمشكلة غير موجودة أصلا. ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحرية التي يتحدث عنها الإسلام، والذي يفر من هذه الحرية التي هي العبودية لله سبحانه وتعالى يقع في عبودية الشهوات. ربنا قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولذلك المرأة مخاطبة بآيات القرآن وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وليست هي حرة تفعل في المجتمع ما تفعل. كذلك هي مخاطبة بآيات الأمر بالمعروف وبحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أن تفعل ما تشاء وتفعل ما تريد، ويعني الحديث في ذلك يعني كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني ومنهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يحبون، مش هم بينشروا الفاحشة، هم بيحبوا بس بيقلبهم، يحبون أن تشيع وأن تظهر. قال القرطبي وفي بعض الأقوال يحبون أن تشيع الفاحشة، الفاحشة الكلام السيء، يعني زي الألفاظ اللي قالوها في البرنامج دي بيت سودانية دي. أين هذه، أين هذا من القيم السودانية؟ تجي تتكلم أنا فعل بي وأنا اتحرش بي وإلى آخر، هل هذا من الحرية؟ وهل هذا مما يعني أمر الله سبحانه وتعالى به؟ ده كل أخواننا من التلبيس ومن استخدام هذه الألفاظ في غير موضعها ل يعني التغبيش على الناس ولزعزعة الثوابت الدينية. في أمور نفصلها إن شاء الله لاحقا. نحن نمشي أخواننا ونعرف حاجة عن القناة دي وأهدافها. حقيقة ما أول مرة هذه القناة تتكلم بهذه الصورة وتفتح مواضيع زي دي. سبق إنه القناة دي، وأنا جاتني رسالة الآن دي من صحيفة الصيحة محمد أبو زيد بيشارك في البرنامج، بيقول بدأت قناة دبليو دي بالعربي الألمانية في تقديم برنامج من السودان خاصة برنامج شباب طوق بجرأة تصل لدرجة الوقاحة من قلب الشارع السوداني، ما يشكك في أهداف هذه القناة ونواياها. هل يصدق أحد أن يقف مذيع في الشارع ويسأل فتاة سودانية عن رأيها في الختان؟ أنتوا قبل كده شاهدتوا البرنامج ده؟
واحد بيقف في الشارع مذيع، وتخيل انه اللي سالوه دي اختك يعني ولا زوجتك، بيقف في الشارع بيسال يقول انت مختونه ولا لا، وانت بتتضرر شنو من الختان ده يعني. يا اخوانا ده حديث الواحد قد يستحي مع زوجته انه يتكلم به، فلاحظ وتجيب عليه الفتاه بانها مختونه وانها مع الختان. بالطبع لا احد يصدق ذلك، لان عادتنا وتقاليدنا المحافظه والمستمده من الدين الاسلامي لا تقبل هذا الحديث الى اخره. عموما يا شيخ احمد انا دايرك تعلق علي، لو وديتنا يعني ملاحظتك على شكل الاسلوب اللي بيخاطبوا به المراه وطريقه كلام يعني وطريقه المناقشه بتاعت الولد ده ذاته اللي بيناقش فيها فتيات يعني، ويفرض عليهم التعليق على امور وانت تحرشوا بيك كم مره. لاحظ يعني انت تحرشوا بيك كم مره وكده احكي لنا عملوا لك شنو؟ هل الكلام ده من وراه رسائل؟ فهمك للكلام ده شنو؟ طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد، اولا اشكر الله سبحانه وتعالى على اعظم نعمه وهي نعمة الإسلام. بعدين قبل ما أعلق على ما ذكر مسألة الحرية، يا أخوان الناس ذيل بيتكلموا في وبيذكروا كلمات كما سيتبين إن شاء الله تعالى من مناقشة كثير من القضايا، إنه الناس ذيل بيذكروا كلمات فضفاضة وكلمات عاطفية وكلمات بيحاولوا يجيبوا فيها إنه الدين ده شبح والدين ده حاجة مخيفة والدين ده منظره قبيح، وده خلاف الواقع. ويقول لك الحرية وهم متناقضون. ونحن قبل نذكر أي أدلة في المواضيع دي وكذا نخاطب خطاب عقلي. الزول يا جماعة الآن عنده بيت، أنا بذكر بعض الأمثلة، إنه مسألة الحرية دي ما مطلقة، تفعل ما تشاء. انت صح حر في جوانب كثيرة، لكن فيما يصلحك في الدنيا وفي الآخرة وفيما لا يضر غيرك، وده ضابط الحرية. انت تكون حر ما تضر غيرك وما تضر آخرتك، ده ملخص موضوع شنو الحرية. ونحن دارين الشاب ده يخدته لنا في النص، الواد اللي اسمه خضر ده، ولو جانا بنصح اخواننا ده الجت يغضوا بصرهم، لانه يعني الواد اللي اسمه خضر عبد الكريم ده ولا مش هو جعفر، وده اسمه جعفر عذير الى الله المشتكى. بوب الامام الذهبي بابا في الكبائر، باب تحريم النظر الى الولد الامرد. زول يا اخي ده دار له موسين، احنا موسى هذه بتكفينا، موسى حلق فوق وتحت ومجيه والنازل عنده ونورنش بسواه ابو بكر، ده احنا دخلنا غنق قبل كده. ان احنا يا جماعه موضوع الحريه دي عشان نبقى واضحين، ودي رسالة للعالم كله. أنا الآن عندي بيت وعندي جار، بيتي ده حر أبنيه فيه غرفتين فيه ثلاثة فيه أربعة، حر صح ولا ما صح؟ أيوة، يبقى عندي حرية. لكن ما من حقي بيتي ده أولع فيه نار أجيب لساتك أحرقها هذا الجيران بالرايحة، صح ولا ما صح؟ أيوة، دي واحد مثال. اثنين، أنا الآن عندي عربية، لي سيارة عندك ونيت برا سيارة، العربية دي أنا ممكن من هنا من الخرطوم أمشي مدينة تانية، لكن ما ممكن الأسطوب أحمر، الأسطوب مولع أحمر الإشارة، وأنا أجي بعربيتي شنو؟ أجي ماشي والناس ماشيين بشنو؟ بعرباتهم بسياراتهم، بيحصل ضرر ولا ما ضرر؟ أنا ما ممكن عندي نفايات أقول أنا حر أكشحها في الشارع ساي، عندها موضع شنو؟ عندها موضع معين. وهكذا يا اخوان الحريه لها ضوابط، والا ما مطلقه، وما زول بيقول بالحريه المطلقه في كل شيء. واديك مثال بسيط نلزم به الواد اللي اسمه جعفر ده. انت الان في البرنامج بتاعك ده في ناس معاك وناس ضدك، صح ولا ما صح؟ لما واحد من ضدك هاجم البيت هاجمه وقال لا انت الان وشكلك وكذا وكذا، الواد ده وقفه ولا ما وقفه؟
وقفوا وحاول يحرجوا ولا ما حاول يحرجوا، وانا ما اسمح وكذا. انت ما تسمح لي خليه يكون حر. ها يعني اعترض عليه وما خلاه يكمل رؤيته اللي دار يقوله، ما خلاه، ما عنده انصاف، ما خلى اعترض عليه ليه؟ لانه عندك نظام في البرنامج ده، لانه عندك اهداف ورا البرنامج ده، ونحن بندمر لك كلها ان شاء الله كلها. لكن اعرف في نهايه المطاف انه لا بده يكون في نظام يا جماعه، ما ممكن اشغل الجوط ساي. يعني يا شيخ احمد الناس تفهم من الكلام ده انه حريتك يعني تنتهي اذا بدات حريه الاخرين، وما تعارض بزعم الحريه تتدخل في شؤون الناس التانين. فهم ديل من اغرب التناقضات اللي انا شفتها في الفيديو ذاته. البيت بتتكلم قالت انا ما لاقي الحريه، تخيل ما لاقي الحريه في كونه اسوق اولادي واعمل لهم جوازات واطلعهم برا وارجعهم، لانه المساله مربوطه بشنو؟ بزوجها، مفترض هو اللي يعمل الحاجه دي. اتخيلوا التبرير بتاعها، ركزوا معي شديد. تبريره قالت انا اللي جبتهم للحياه وانا اللي ولدتهم، يعني ما هو انا اللي ولدتهم. طيب يا اخواننا بنفس المقياس ده، انت مدام عشان كونك ولدتيهم وجبتيهم للحياه بحسب تعبيرك بترى انه عندك الحق في انه تصرفي فيهم، كيف يا ربنا الخلقك انت ذاتك الخلقك واوجدك واوجد العالم كله، كيف ما يكون عنده الحق يامرنا وينهانا؟ بابسط دي بابسط حجه عشان تعرفوا انهم متناقضين. ودعاوى الحريه اللي عندهم كذب، والدعاوى اللي بيطلقوها انما هي في النهايه دارين يصلوا بها الى حريه الوصول الى المراه، تبقى المراه لقمه سائغه في يد اي واحد منهم. طيب شيخ مزمل هنا في تعليق برضه رسله صحفي مجدي العجب من صحيفه الوطن للبرنامج هنا، وبيقول ما حدث هو عباره عن بله. يعني انا ده اوريك تعليقات الناس وكيف الناس مغتاظه من البرنامج اللي استفز اخلاق الناس واستفزهم في دينهم وفي اعراضهم. قال ما حدث هو عباره عن بله، المتحدثه لم تثبت سوى اضطراب في كل شيء، والشاهد انها لم تقل شيء سوى الصراخ وهتافات خاويه. دعوها تعود للبيت يعني في الثانيه صباحا، دي دايرة ترجع البيت الساعة 2 صباحا. ولا أعتقد إذا أطلق لها العنان أنها ستعود. يعني رأي هو لو خلوها ما حتجص. ختاما قال مثل هذه تحتاج لتعرف الكثير عن المجتمع المتدين. مجد العجب صحيفة الوطن. تعليقك يا شيخ مزمل في الأول على شكل البرنامج ومقدم البرنامج، وفي رأيك الخلفية بتاعت البرنامج ده وأهدافه شنو من خلال شخصية المؤلف وأول مقدم بتاع البرنامج وطريقته في العرض واستجلاب الناس لهذا البرنامج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. قبل التعليق على مقدم البرنامج وشكل البرنامج، نقطتين وملاحظتين بس في موضوع الحرية. القصة اللي حكتها البدي ذاتها في البرنامج وإنها ما عندها ما لقت حريتها إنها تطلع جوازات لأولادها وتسافر بهم إلى آخره، ده ذاته كبت لحرية أولادها. ليه تطلع جوازات لأولادها وليه تسفرهم بلد بدون ما تأخذ رأيهم هم ذاتهم؟ يمكن ما دارين البلد دي مش حرين. عشان أوريك إن هم الناس الحرية دي دارينها لنفسهم بس. وإلا الملاحظة الثانية، أي زول بيدعو للحرية كان البنات ديل شيوعيات ديل أو غيره بيقولوا دايرين الحرية للمرأة، صح ولا ما صح؟ ودايرين حرية كاملة، صح ولا ما صح؟ طيب الحرية دي ليكم أنتوا ولا للناس كلها؟ قالوا للناس كلها حرية، صح؟ كل زول حر. طيب أنت حرة دار تمشي عريانة، وعندي أختي وزوجتي دي حرة دار تلبس حجاب، حرة حرة ولا ما حرة؟ حرة. فالناس المتناقضين قالوا لا، لابد من سن قانون
خلاص يخلي المرأة تلبس كيف. وسن قانون تاني خليها ما تتزوج إلا بعد كم 18 سنة، مش قالوا كده في البرنامج؟ دي حرية سا؟ دي ما حرية. فواحدة ما دار تعرز عمرها 18 سنة. لو انتوا صادقين في الحرية والناس كلها أحرار، فواحد أرد يتزوج عمره 17 ونص حرة، ليه نلزم إلا تحصل 18؟ ده ما كم للحرية زي ما بقوله. فالناس ناس مستهبلين، ما حرية دي، ديل دايرين يطبقوا منهج شيوعي، منهج لينين وماركس وإنجلس. وكده لو سمع لي الشيخ أبو بكر، ده كتاب المنافستو بتاع الحزب الشيوعي اللي هو بيان الحزب الشيوعي. البرنامج ده كله طلع من صفحة واحدة هنا، صفحة 39 وصفحة أخرى 37، كل البرنامج ده حضروا من ده، بيان الحزب الشيوعي ماركس إنجلس لينين. شوف في الصفحة بس أنا أقرأ سطر واحد أو أقل من سطر وبعد ذلك أرد على السؤال. قال ولشدة ما يضحكنا هذا الذعر فوق الأخلاقي الذي توحيه إلى البرجوازيين، طبعا كلام ركيك، إشاعة النساء الرسمية التي يزعمون أن الشيوعيين يدعون إليها، ليست بالشيوعيين حاجة إلى إدخال إشاعة النساء، فهي تقريبا كانت دائما موجودة. ما معطيين ذات يرفعوا الشعار ذا، لأنه قالوا أصل إشاعة النساء ذي عندنا. إشاعة النساء إنه المرأة شنو؟ المرأة تسوي الدائرة بس بالعربي كده بالبلدي، بدليل إنه في البرنامج ده ذات واحدة لابسة بنطلون وفك شعرها وما عندها طرحة ذات، وإنه طرحة لا تسمن ولا تغني، ما جاء ساكت وبنطلون، قالت أنا دايرة حرتي في اللبس، دارت تسوي إنت لابسة بنطلون. ماذا المرحلة بعد؟ المرحلة بعد إنك عريانة في تاني شنو؟ المرحلة شنو؟ فما في دك الضابين. والله لو التزموا بكلمة حرية ما في مشكلة، لو التزمتوا بكلمة حرية نحن أحرار ندعو الناس للحجاب النزوان، نحن أحرار ندعو الناس يتابعوا الغرام، مش حرية لكم ولنا، أي نحن حريتنا دارين نلتزم بالإسلام. فدي ما حرية، دي الناس اللي كذابين دارين يلتزموا بمنهج شنو يا جماعة؟ غير الإسلام، منهج ماركس وليني والجماعة دي. مقدم البرنامج، طبعا البرنامج ده أصلا مقره في ألمانيا في برلين، دي أول معلومة خدت حتها خط خدت عندك. اثنين، مقدم البرنامج اللي اسمه جعفر عبد الكريم ده، خلي البرنامج اللي عمله بالسودان ده بس، أزول ده عمل برنامج أو ده أنا هنا جبته لك من موقع ذاته من القناة بتاعته الرسمية، أزول ده عمل برنامج كاتب برنامج عن المثليين يعني اللواط، هم طبعا دايرين يعملوا لها كده شمار وجبنة وكده يظرفوها وزي سمسم، سموه قالوا مثلي لا لواط، لواط الشرعي قال كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هم قالوا لا، قالوا لا، قالوا ما في لواط ما في، قال اسمه شنو؟ حتى في مقدمة البرنامج هو قال الكلام ده، قال بيسموه، قال ناس العرب قال بيسموه لواط عشان يشتموا من يفعله، لأنه هو بأيد الشغلة بتاعت اللواط دي، ده أول نقطة. قام كذب تحت، ما دقيقة أنا جاي، كذب تحت عشان تعرف البرنامج ده ذاته البدير ومنو، بعد ذاك نجي لناس اس 24. طيب قال كتب تحت او ده كلام من البرنامج ذاته كلام فريش، قال في التعليق ده الود ذاته جعفر عبد الكريم ده، قال المجتمعات العربية، واول حاجة الشغلة ما عروبة عربية، شغلة اسلام، نزل بحرب الاسلام ما بحرب العربية، ودي ذاته من الخطة بتاعته. المهم قال المجتمعات العربية ما تزال رافضة لهذا النوع من العلاقات الجنسية، لا لواط، القرآن السنة سمته لواط. طيب من العلاقات الجنسية قال المجتمعات العربية رافضاه بشكل كبير، ليه؟ قال نتيجة للدين، يعني هم بيعتبروا الدين ده أكبر شنو؟ مشكلة عندهم وجريمة هو الدين، عشان كده في بيت في البرنامج ذاته، لا قال هو ذاته في البرنامج ده ذاته قال ما دايرين دين، قال ما دايرين أي دين، ده ذاته جعفر عبد الكريم. وبت البت الشيوعية اللي نشروا مقطعهم في الفيسبوك قالت فصل الدين عن الدولة، وفي مقطع لها بالإنجليزي قالت شنو؟ في مقطع تاني بالإنجليزي يعني بالعربي شنو؟ قالت نوقف الدين. هل دي حرية؟ كده خلي النصوص، هل دي حرية؟ واحدة قالت ما دايرين دين إسلام،
ده بينافي الحرية ولا ما بنافيه؟ ما أنت داير اليمين وأنا داير الرسول الأمين، حر ولا ما حر؟ حر حر، صح ولا ما صح؟ نمشي مع الود ده لأنه الود ده ود وسخ جدا، كلام ده ما بزول يقطعه، أنا مسؤول منه لأنه عندي له وسائغ. الود ده الود ده البنات، شفت البنات الشيوعيات أخير من الود ده، ود ده بيعمل حاجات عجيبة ودي جاية. طيب قال بشكل كبير نتيجة للدين، أسمع كلام للنهاية. قال المجتمع العربي رافض اللي واطلي، قال نتيجة للدين والعادات والتقاليد التي تنظر إلى المثليين نظرة ناقصة. يعني النظرة التامة إنك شنو؟ إنك ما ترفض الهم بيسموه مثليين، وشريعتنا بيسميه عمل قوم لوط. ده الموضوع كده. عشان كده لوط عليه السلام ربنا حكى عنه، ربنا قال ولوطا إذ قال لقومه لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ده الدين بتاعنا بينها عن المسألة دي. الواد ده ذاته رافع بالتويتر، أنا عندي الصفحة بتاعت التويتر رافع، هو نفسه براو صورته كمان رافع، قال شنو؟ قال أنا مثلي وهذه حياتي. يعني هو يعمل عمل قوم لوط، هو قال أنا ما اتهمته، وهو دي الصورة من التويتر الحساب الرسمي بتاعه. وفي البرنامج ده ذاته قال، في البرنامج ذاته هو أيد الشغلة دي، يعني حتى لو زول قال الصورة دي، لو هو قال الصورة مدبلجة من صفحة دي خليها في البرنامج الفيديو، أيد الشغلة دي وقال شنو؟ قال جاب واحد قال ده رئيس جمعية المثليين العرب في العالم، قال وهو إمام مسجد. والله العظيم ده الواد اللي اسمه جعفر ده جابه، الواد بتاع جمعية عمل قوم لوط رئيسهم ده، تخيل ده الرئيس. قال أنا اتزوجت لي راجل ما بعرف ياتوا فيهم، هل كان الرجل أو في مسابة المرأة، المهم اثنين هو واحد منهم. قال اتزوجته 5 سنة وبعد ذاك اتطلقنا. والله ما معروف، والشهود كانوا منو الله أعلم، وعلى ايه كتاب وعلى ايه سنة كيف أنا ما أعرف. الود ده قال في التعليق شنو؟ قال أمي قالت لي ما داير انك تتزوج، قال لي داير انك تتزوج مرة، أمه قالت له كده والله يا مرة نجيضة. قال قلت له هذا مستحيل لأنه ما عندي شهوة ذاته. وقال قرأت القرآن وهذا من سنة الله في خلقي، اللي واطي يعني. قال اسمع قال النبي كان يستخدم في بيته المثليين. ده جعفر عبد الكريم جاب ديل بيسبوا الرسول، والله الذي لا إله غيره. فالنازل ده مقدم البرنامج. قام ناس S24 ولازم يتناولك بتاع S24، هم جابوا النازل طلع بيان بتاع لفو دوران، قال داني أنا وتعاوننا معهم فنيا، ما تعاوننا معهم بصورة ما بعرفه غير فنية، كذب هذا الكلام، كذب. أهو دي الإعلانات في شوارع الخرطوم، يافطات أكثر من 40 متر تقريبا مصورين فيها البرنامج ده، ومصورين فيها انه الشغل ده حيتم، اهو دي اليافطة وهو ده الولد، وانه الشغل ده حيتم في تمام الساعة كده على قناة S24 سوداني 24، هم جابوا. وكونك تقول والله ما كنت عارف بقول شنو، دي ما حجة، لانه معناته انت ما دي مشكلة فيك انت. بعد ما عرفته قال وستعاد الحلقة في تمام الاسبوع القادم على سوداني 24 دي دبليو، قال حنعيدها ثاني كمان ده S24. فده والله ربنا بيسألكم من الكلام ده. ومن عمل ومن دعا إلى ضلالة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وده غير ما يزيدنا ثبات على الدين ما بسوي لنا شيء. معليش أنا طولت. نحن إن شاء الله أخوانا شكرا، الحلقة يا دوب سخنت والناس بدأت تخش في الجو، فناخذ فاصل للصلاة ونعود إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود مجددا وترحيبنا بالإخوة الحضور والإعلاميين الحضور كذلك وكل المشاهدين لهذا البرنامج. استعرض إن شاء الله شيء من التعليقات على الفيسبوك. أكرم مجذوب الصديق يقول من ابتغى العزة بغير دين الإسلام أذله الله، إن ديننا هو هويتنا وهو حضارتنا وهو ثقافتنا. عظمة والدجاك يقول حقوق المرأة حفظها الله لها منذ ميلادها حتى وفاتها بما يتماشى مع التعاليم الإسلامية،
بمعنى تضبط سلوكياتها وأخلاقها بما يتماشى مع التعاليم الإسلامية الدينية. أدنان أيوة عدنان كاتبه شوية كده غريب، عدنان عبد الرحيم يعني ده كتب تعليق بجد جميل يعني، يقول إنه الأنوثة أدب واحتشام وحياء، ولو التعري نوع من أنواع الجمال لكانت القردة ملكة جمال النساء. التقوى تنبع من داخل الإنسان، وحتى ربنا لما وصف الجنة لاحظوا يعني عجبني جدا استشهاده، قال ربنا لما وصف الجنة قال في معنى الآية وأنك لا تجوع فيها ولا تعرى، قال ولو التعري ولولا التعري نوع من أنواع التعذيب أو نوع من أنواع العذاب لم يذكره الله سبحانه وتعالى. معنى كلامه يعني إنه لو ما التعري ده نوع من أنواع العذاب ربنا ما كان قال الجنة شنو وأنك لا تجوع فيها ولا تعرى. فحقيقة يعني كلمة جميلة. إلى آخر تعليقات نستعرض بعضها شوية إن شاء الله. التعليقات عموما مستنكر الشيء اللي بيعملوا فيه، وهما كمان برضو يعني يبقوا صدر والرحم ما يزعلوا. في تعليقات دي أنا قريتها ممكن تكون على الوجه اللايق اللي ممكن تتقري يعني في برامج زي دي، وفي حاجات تانية بتقرأها كده بيني وبينك انت بتقرأها براك ديك داك شغل براو، فهم ما يزعلوا. مش هم قالوا حرية دينية خلاص الناس ديل بيمارسوا في حرياتهم برضو، ما هي مارست حرياتها وتكلمت بالشي دايراو، برضو الناس دي قاعد تمارس حرياتها وبتتكلم بالحاجة اللي عجبها، فما يزعلوا. في بعض أولياء الأمور زعلانين، والواحد يعني يتلفظ بألفاظ سيئة جدا في حق الناس اللي اعترضوا على البنادل. عموما لعله يجي شيء من الكلام عنه قدام. شيخ مزمل لسه احنا معاك في مسألة الجمهور المختار وشاركوا في البرنامج ده، هم بيقولوا ماذا تريد المرأة السودانية، وهم أخذوا عينة يعني مفترض تكون عينة عشوائية من النساء عشان يعبروا عن آرائهم، لكن في تقديرك هل العينة كانت عينة عشوائية أو هل العينة دي كانت عينة منضبطة بتمثل المجتمع، أو هل العينة دي في أجندة ولا اختيار ذاته، وانت فهمت كيف يعني انه من خلال كلام ده يعني هل مرتبين الكلام ده من وراء ولا كده؟ المهم في تقديرك تعليقك شنو على العينة اللي أدت البرنامج ده؟ البنات اللي اختاروا مالودة جعفر عبد الكريم، أصلا المنهج اللي بيمثلوا البنات ده المنهج شيوعي دارين يطبقوه، كان زمان بيكتبوا الكتب وبيعملوا أركان النقاش في الجامعات والمظاهرات كلها فشلت، ولقوا الآن قناة كمان إعلامية ألمانية فدارين يبسوا شغلهم ده. أي نقطة قالوها أصلا دي طرغوها الشيوعيين من قبل، يعني لما قالوا دارين يسووا بين المرأة وشنو والرجل دي قالوا الشيوعيين هذي في الجريدة قبل كذا سنة في جامعة الخرطوم، كان جريدة اسمها المتاريس أو دي ذات صورة من الجريدة، ده كان قبل أكثر من قريب 15 سنة، جريدة المدارس للحزب الشيوعي الخط الأول العريض نطالب بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات بما فيها الميراث، يعني حتى القرآن دارين شنو يلغوه. برضو النقطة الأسارات البيت برضو أي نقطة قالوها أصل عندها أصل ونص عديل من كلام الشيوعيين كلام الحزب الشيوعي. البدرك لما واحد سألها في البرنامج قال لها هل ترضي تكوني ترضي بالتعدد أو تكوني زوجة ثانية، مذكرين السؤال ده؟ قام قالت لا ثانية ولا أولى ذات، يعني ما دايرة زواج ذات، يعني ما دايرة شنو أسرة، صحيح ولا ما صحيح؟ الكلام ده ذكره الحزب الشيوعي في صفحة 36 من كتاب البيان الشيوعي، بل عنوان عديل جانبي هدم، صفحة 36 من البيان الشيوعي هدم العائلة، هدم شنو العائلة، حتى أشد الراديكاليين تطرفا تسخطهم نية الشيوعين هذه الفاضحة المرزولة. واتكلم بعد ذاك انه على هذا العنوان انهم ما دايرين عائلة، وده طبقته البدية. عشان كده كل البنات ديل ما بيمثلوا اول حاجة طبعا بطبيعة الحال ما مثلوا الدين،
نمرة اثنين ما بمثلوا الشعب السوداني ولا بمثلوا أي مسلم من المسلمين ولا أي أحد من هذه الأمة المسلمة، لأنه بالفم المليان قالوا ما دايرين دين. يبقى كيف أصلا بيمثلونا؟ هل بيمثلوا شيوعيين ما بمثلوا إحنا إطلاقا؟ دي مسألة. المسألة الثانية، البنات دي لو لاحظتها من كلامهم دي الكوادر، دي ما بنات عاديات، ما بتقلبي بتستحي، صح ولا ما صح؟ يا أخي السيدة عائشة رضي الله عنها ضربت مثل عظيم في الحياة فيما صح على الألباني في مشكاة المصابيح، قالت لما دفن زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتي، والأنبياء يدفنوا في حيث ماتوا، ومات أبو بكر أبي أبوها ودفن معه، قالت كنت أدخل عليهما وأنا واضع ثيابي، لأنه ده جوه غرفته، وأقول إنما هو أبي وزوجي، زوجي وأبي. قالت فلما دفن معهما عمر كنت لا أدخل عليهم إلا وأنا مشدودة علي ثيابي، حياء من عمر، هكذا النص، حياء من عمر. شكد النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان والحياء قرنا جميعا. الغرض شنو من التمثيل؟ هذه تمثيلية، بنادي لما مثلونا لما مثلوا المجتمع، ويطلع واحدة أبوها يقول لي أنت فخر لي وأنا بحبك شديد، حبه نحن بنكرهك ونكره ذاته وامساره كله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، الديوث أول واحد. قيل وما الديوث؟ قال الذي يرى المنكر في أهلي ويرضى بذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. نحن ما بنقول أنت تدخل الجنة ولا ما تدخل، لأنه دي بعدين، بعد ما تموت يمكن تتوب قبل ما تموت، لكن بشكلك ده، بشكلك ده نحن نبشرك بالشر إلى أن تتوب، بالشر. أنت في واقع بتاع الشر يا أخي، يا أخي يا أخي. الحصان بغير، القرد بغير. ابن حجر روى القصة بتاعت حصان، دخلوا له أمه عشان يطأ فبقى ينزوي، يجيبوا له بجاي ينزوي، يعني زي حناية، إلى أن غطوا له وجهه وأدخلوه في غرفة مظلمة وأدخلوا أمه عليه فوطأها، فلما خلعوا منه الغطاء وعلم أنها أمه لوى عنقه فقطع ذكره ورمى به. حصان يا أخي، قرد. رواه الإمام أحمد والبخاري أن قردا توسد كف قردة، فجاء قرد سان فشمها فنزعت يدها من كف القرد الأول وذهبت مع الثاني، قال فوطئها فرجعت ووضعت يدها تحت كف القرد الأول فشمها وعلم ما بها، فصار يصيح حتى اجتمع القرد من الجبال ويومئ إليها، فعلموا الخبر فحفروا لهما فأعمقوا لهما ودفنوهما فرجموهما. قال عمرو بن ميمون الأودي، ده من المخضرمين رحمه الله، قال وكنت في من رجم معهما، شاف القصة بعينه. بهائم بتغير. أنا أصله ما لقيت واحد في الدنيا إلا مقدم البرنامج ده يقدمه كان بجيب القرد ده محله، قرد ده ذاته، قرد نجيط، والله العظيم جد. ده الناس مجارمة وما عندهم أي حياء ولا عندهم أي خجل، وجايين يقولوا ده اللي بيمثلونا، والمقدم بتاع البرنامج ده رمل فيها حريف علينا نحن، مستقبل ولا شنو؟ قال أول ما يقول ما دايرين حجاب ودايرين كده وتعري، الموافق يرفع يده، يقول الأغلبية رفعت يدها. أغلبية ديل 15 بيت شيوعيات جايبوا من الأغلبية، صح فيه اثنين واحدة ردوا رد كويس جزاهم الله خير، لكن بقصد الأغلبية برضه فشلة، منهج بتاع الشيوعيين بتاع ملاحدة، قالوا ما دايرين دين، يكون عندهم تاني فيهم خير كيف؟ طيب شيخ شهاب، بنرجع لك تاني في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، هم طرقوا مجموعة من النقاط لعلهم بيطالبوا فيها إنه المرأة تساوى بالرجل، هم ما بيتكلم عن إنه الرجل يساوى بالمرأة، لا بيتكلم عن إنه المرأة تساوى بالرجل. ومنها التعليق بتاع البيت ذاته، يعني واحدة قالت إنه أنا بجي الساعة 2 وبالجانب بتاع السواري بيقول لي أنت مطلوقة، قالت ليه؟ يقول لي مطلوقة الساعة 2، وبتاع السواري ده أنا قلت لهم نحن الرجال ما كنا لاقيهم ذاته، لأنه ده بيمرقوا بعد 2 وفوق ولا الساعة 3، بتاع السواري ده نحن الرجال ترت لاقيهم أنت بيت لمن بتاع السواري يمرقوا ويسألها أنت ماشية وين؟ فيعني هي دارت طالب بالحرية إنها تكون حرة فتخرج ما تشاء ويساوى بالرجل، فتعليقك شنو على الكلام ده؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا ما أدار أشتت الكلام، وزي ما قال المشايخ هي تمثيلية، لكن أتكلم عن موضوع المساواة وأعلق على بعض النقاط. المساواة بين الرجل والمرأة، يعني هم لو كان على الأقل عندهم شيء من العلمية، لما تجيب كلمة الرجل تجيب كلمة المرأة وتجيب الواو بتاعت العطف دي، معناها في مغايرة، لأن الواو في اللغة تقتضي شنو؟ المغايرة. وده موضوع طويل، هم ما فاضين ذاته يكونوا الساعة 3 بالليل في محل تاني يقروا. المهم، فطلب المساواة بين الرجل والمرأة هذا يعارض الدين بالطبع، ويعارض الفطرة التي يعني خلق الله سبحانه وتعالى عليها الرجل، وخلق الله سبحانه وتعالى عليها شنو؟ المرأة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. عشان كده الإمام البغوي رحمه الله قال: أي في خدمة الكنيسة، وذلك لعورتها وضعفها وما يعتريها من الحيض والنفاس. فهي اعتذرت أن هذه أن هذا المولود الذي تريد أن تجعله خادما للكنيسة هو يعني جاء أنثى ولا يستطيع أن يخدم كالذكر، وهذا فرق معروف بالفطرة. وربنا سبحانه وتعالى قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فحتى الشفع، يعني الشفع في البيت بتلقى حتى لعبهم بيختلف. الشافعة الصغيرة دي بتلعب بيه بالتملعاب وبتسرح لها وتشيلها وتحضينها وكده بما يليق بها، والشافع بيكون مدردق له ليستيك ومفلوق وظفره يعني قالعه، ما ممكن يكون واحد ولا قوة واحدة. أنا قبل لا اتصلت على من أخواننا الدكاترة الدكتور الريان ربنا يحفظه، وفي معانا برضو دكتور إسلام ممكن يفيدون أكثر في من ناحية تشريحية زي ما بقولوا فيسيولوجي ولا شنو كويس. ف يعني ذكر لي بعض الفروق، ودي في النهاية أشياء معروفة يعني حتى عند الكفار والمسلمين. أولا قالوا معدل جسم المرأة الطبيعي يعني من حيث الوزن 42 كيلو، والرجل 47 كيلو، ما واحد. الجهاز العصبي عند المرأة أصغر حجما وأقل سرعة وأبطأ حركة وأقل ضبطا مما هو عند الرجل بقدر الثلث، عدا عضلات اللسان حسب كلامهم هم، برضو ما يقولوا ذا الدين كويس، التي هي عند المرأة أبرز مما عند الرجل. قلب المرأة أصغر وأخف من قلب الرجل بمقدار 60 جراما. الجهاز التنفسي عند الرجل أقوى من المرأة، يعني يحرق 11 جرام من الكربون في الساعة، والمرأة تحرق ما بين 4 إلى 6 جرام في الساعة. ولذلك يا أخواننا طلب المساواة هذا من الظلم للمرأة، هذا من الظلم للمرأة. عشان كده حتى الشيوعيين هم ذاتهم في ممارستهم العملية لمنهجهم الباطل المخالف للفطرة والمصادم للعقل وللدين ولكل ما يصح أن يدخل في هذا العقل، في ممارستهم مسكوا الاتحاد السوفيتي حقهم، مش واحد جولة قال 4 بنات، وحتى التقرير جايبه ده إن شاء الله بنتناوله كله كذب. قال في واحدة قال لقيت 4 نسوان، هو قال من ضمنها واحدة قالت لي أنا ما دايرة حريتي في إنه أركب لي دراجة هوائية أو نارية وأنا مكبوتة. طيب ما الشعب السوداني ما قصر معك، لأنه الشوارع كلها حفر، عرفتها؟ وبرضه في عنبر بتاع إكسيمية ممكن تتعوقي وكده. فده كلام يا أخواننا غاية في الإسفاف، وهل دي حجة؟ ولذلك هناك فروق بين المرأة وبين الرجل. المرأة في تركيبها تستطيع أن تتحمل هذا الجنين وتحمله في بطنها لفترة طويلة من الشهور، 9 أشهر كويس. الرجل لا يستطيع أن يتحمل ذلك. الرجل يستطيع أن يكد وأن يشقى وأن يسافر وأن يغترب وأن يصبر. بعد شوية ذاته حيجونا يعني شنو حرية المغتربين، مش في ناس بيخلوا أهلهم، هذا
ديل برضو حيعمل لهم برنامج برضو. فهذه المساواة المزعومة هي عبارة عن ظلم للمرأة. عشان كده حتى في القانون الوضعي بتاع الأمم المتحدة قاموا جابوا بنود سموها التمييز الإيجابي ضد المرأة في صالح المرأة، إنه المرأة في كل شهر لابد يدوها إجازة في أوقات معينة لأنه تمر بظروف معينة، عندها إجازة بتاعت حمل. طيب ما قلتوا مساواة؟ ما قلتوا مساواة؟ لماذا جئتم بهذا البند التمييز الإيجابي للمرأة؟ عشان كده شيوعيين ما جابوا رئيس مرأة للاتحاد السوفيتي، للليل آخر واحد بوتين، مش من ناس من فلاديمير لينين وستالين وشنو كده قسطنطين شيرينكوف ومين كده ينزمني، لغاية ما جابوا ميخائيل غرباتشوف ولغاية الهسي ده اسمه نو بوتين، فلاديمير بيتو بوتين ولا اسمه نو، المهم عجمي فلعب به. بيجاي عندك الصينيين، التجربة الشيوعية نفسها الصينيين كويس، ناسيان اسمه ماوتي سيتونغ إلى آخر، لغاية الرئيس الصيني الآن، يعني الآن ما في الآن مساواة حتى عند الشيوعيين للمرأة بشنو؟ بالرجل، لأنه في شيء يليق بالمرأة وشيء يليق بالرجل. وأنا عجبني جدا أسلوب شيخ أحمد، ضرب لهم أمثلة عقلية، يعني هذه الليلة ربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، جزت واي ولا زيت إس العربية الكبيرة اللي بتشحن دي شاحنة كبيرة، قالت والله يعني أنا محملني كثير، أو جات الأتوس قالت ينبغي المساواة مع الزيت واي في كافة الطنون والكيلوهات، ده ما بزول يعني ما بيدخل العقل. شكد التكليف يكون على قدر شنو؟ يكون على قدر الهيئة وعلى قدر الطاقة وعلى قدر التحمل. وفي نقطة بتاعت إحصاءات وأمور أخرى برضو نخليها نقطة تانية إن شاء الله. طيب من المشاركات معنا مصعب حسن الفرح قال ردي على البيت كالآتي، إذا كنت تنادين بالحرية المقيدة فهذا قد كفله الشارع الحكيم، أما إذا كنت تنادين بالحرية المطلقة فهذا كفيل بإعطاء الشاب الحرية المطلقة للتحرش بك، فأنت حرة وهو كذلك حر. يعني دارون أنت مدام دارت مارسي حريتك في أنك تلبسي زي ما عايزة، هو بعد ذاك برضو ما هو ما منطلق الحرية ما عرفوهم، هم عرفوا الغيوط بتاعت الحرية، ما خلاص هي تعريفة للحرية إنه أنا ألبس زي ما دائرة وأمرق الساعة 2 وبتاع السواري ما يسألني، ده مش تعريفة للحرية، خلاص ذاك برضو بعرفه ولا ما يعرفه؟ من حريته اللي بيمارسها في منطلق الحرية إنه يعرف الحرية ذاتها، دي من مبدأ الحرية بتاعت الحرية ذاتها، إنه يعرف الحرية بتعريفه وهو حر في تعريف الحرية، صح؟ بنفس النظام ده هو تعريفه للحرية داخل مبدأ الحرية، أملى عليه إنه من حريته إنه يعمل معك أي حاجة في الشارع، ما حرية تقدر تقول له لا ما من حريتك، لا يقول لي كونك أنت تقول لي ما من حريتك ده ذاته تدخل في حريتي أنا، ما خلاص كده فلسفة. عموما نحن ده نعرف الضوابط الشرعية شنو يا شيخ أحمد في مسألة التحرش، التحرش ده شنو ذاته والحكم فيه شنو، والأسباب اللي بتخلي ولد بالصايع في الشارع بتحرش لي بيبيت هي شنو ذاته، عشان احنا نعرف الضوابط الشرعية ونمشي عليها. أنا ذا رضيف لكلام صاحبنا شهاب وشيخنا، إنه يا جماعة الرجل ده والمرأة، المرأة دي ذاته أنا نجيت أغنيها في البيت إنه يت زيي ما بتقدني عليه. فيا جماعة لو جاء حرامي الآن جعفر ده وقاعد مع زوجته، احنا كلامنا مع لطيف، جعفر ده الساعة 2 بالليل قاعد مع زوجته لأنه زيدتي توقع انه الساعة 2 بالليل زوجته جاية داخلة، ما قالوا ما السواري وكذا، بعدين زوجته جات داخلة وانقعدوا يا دوب، فجلس حرامي بالسودانية وبالولاد لص يعني، طلع الحيطة وجاي ناطي. أنا دار أعرف جعفر ده بقوم للحرامي ولا بقول لزوجته دي في مساواة كذا أمشي عليه؟ معقول يا أخي؟ كلام ده ما عيب يا جعفر يا أخي، كلام ده عيب منك يا جعفر. بعدين يا جعفر أنا جاي خاشي لمسألة التحرش ده يا أخي، التزول نحن والله الآن إلى الآن نتألم من اللي بيحصل في بلدك لأنه إخواننا مسلمين، أنت يا أخي جاي بلدنا تفسد فيها المسلمين يا أخي، ها؟
احنا متألمين الان اللي بيحصل في بلدك والمشاكل وكذا وكذا، انت ويكي جيت السودان جاي تفسد؟ قال الله تعالى: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. ولاف في 4 أيام لفيت فيها تشارع، انت ما جيت المعهد شفتها في بنات محترمات وكذا بدرسون من وراء حجاب، ما لقيت واحدة محترمة ودي بتقيف معاك؟ انت لما لفيت البيوت ما شفت النساء في الجزيرة وفي النيل الأبيض وفي الشرق؟ أبي الشرق أزال زول مسم مرة منه مرة بس أسأله من اسمه، انت ما عارف السودانيين ولا شنو؟ ما عارف؟ أنا ما جايك لمسألة السودان ده عشان أوريك السودان شنو ذاته، والله الذي لا إله غيره. إن أنا بننطلق من منطلق الدين. مسألة التحرش يا جماعة، المسألة دي زي ما ذكرت لك جبيل، الناس دي ألفاظ فضفاضة، هم بيقصدوا بها ملخص الكلام أن يأتي الرجل شيئا من الأقوال أو الأفعال بالنسبة للمرأة من غير رضاها، يعني شيء مخل ومن غير رضا، يعني لو هي راضية ده شنو؟ ما تحرش. فهمت الموضوع؟ ما تلعب بعواطف الناس، قرآن والسنة والدين والسودان ذاته بيحترموا المرأة يا أخي، والله إذا صحت بيحترموا المرأة. في سورة كاملة اسمها سورة شنو؟ النساء، وسورة كاملة اسمها سورة مريم، والمرأة ذاتها محترمة، ورب العزة والجلال قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وده خلق المرأة، مش تجي جارية وجوطة وكذا. طيب التحرش ده يا جماعة زي مسألة الغمز واللمز واغتصاب المرأة والاعتداء عليها في عرضها، لكن عندل بغير شنو؟ رضاها. لكن لو راضية ده موضوع شنو؟ تاني، لأنهم بيقولوا حرية. فهمت الموضوع؟ ده ركز معه. طيب احنا عندنا المرأة دي لا يتحرش بها نازل، طبعا انا لاحظت مسألة، هم بيتكلموا وانا اكون عريانة، البيت قالت كذي، قالت انا ما امشي عريانة، هو ماله مالي ليه يتحرش بي؟ نحن يا جماعة او في زول سوداني مسلم او غير سوداني، لانه موضوعنا ما موضوع السودان زي ما ذكر شيخ مزمل فقط، هل في زول قال للرجل امشي يتحرش؟ في زول انتوا سمعتوا كلام زي ده؟ قال للرجل امشي يتحرش بالمرأة؟ نحن بننتقد اسباب التحرش ونحن ضد التحرش. من اسباب التحرش انا بذكر لك 4 أسباب. السبب الاول اللبس او اللبس الفاضح، اللبس الفاضح ده عقل عقل خلي النصوص، ده سبب للتحرش. عشان كده قال لك: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وقال لك: ومن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق شنو؟ طالقة. أنت جبت لك غزالة تخدها جنب الشجرة وتمشي تصطاد واحدة ثانية ولا بتربطها وتحميها؟ عشان كده نحن عندنا المرضي من أسطورة تمام، لو ما شان السوق اشتري لحم لقيت واحد كاشف والركشة جنبه كر والدخان فيه والضبان فيه، واحد تاني في قزاز ومنظف وجنبه بخور، بشتري هاتو المغتى ولا المكشوف زاي؟ ولا انتوا بتشتروا زاي؟ بتشتري زاي ما بتمرض يا جنة؟ ها جنة دي ما بعرفها يا ود، انت بتشتري زاي؟ انا داري اعرف الموضوع ده. عشان كده يا جماعة القحطاني قال في النونية: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فهمت الكلام؟ نحن أسود ترى والحمد لله في الموضوع ده، أسود تب، ونسواننا ديل نموت في دريب والله، لأنه من مات دون عرضه فهو شنو؟ شهيد. السبب الثاني يا جماعة النظر، في مرأة بتنظر نظرة إلى الرجل وهو ينظر إليها وفي نظراتها من الشر ما فيه، صح ولا ما صح؟ حتى الفنانين وجماعة ديل ودعاة الشر إلى آخره
بغنوا أشياء بيجيبوا أشياء بيدل على إنه بعض النظرات سبب لشنو؟ للشر. زي ما بقول واحد قال أنا والله ما سمعته مباشر، سمعتها من واحد لكن والله مباشر ما سمعتها، قال أحلى الكلام لغة العيون وأنا والغرام ضمان كون. ده واحد فنان. فالمرأة دي بنظراتها وتدعو الرجل إلى أن يتحرش بها بمجرد النظر المعين وهي تعرف ذلك. السبب الثالث من الأسباب التي تدعو إلى التحرش الخضوع في القول. رب العزة والجلال قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المسألة الرابعة والأخيرة مسألة الخلوة، أن يخلو الرجل بشنو؟ بالمرأة. لكن ما دامت المرأة في منأى من هذه الأمور فإن الله سبحانه وتعالى بحفظه يحفظها. شكي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يخلو رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. جزاك الله خير يا أستاذ. المسألة اللي نبع على شيخ أحمد حقيقة مهمة، وهي إنه التحرش ما بيجي يا أخواننا فقط بمسألة اللبس الفاضح فقط، لأنه في كثير من النساء الواحدة تقول لك يا أخي إحنا ما يهودة لابسين، وواحدة من البنات ديل بتقول أنا أمي لابسة شنو ما أدري، لابسة سكيرتي وبلوزة وطرحة وبتحرشوا بي، واحدة تقول لك أنا لابسة عباية وبتحرشوا بي، لأنه هي اختزلت مسألة الرغبة في التحرش فقط في اللبس الفاضح. يعني المسألة مركبة من الجزئيات اللي ذكرها الشيخ أحمد كلها. يعني المرأة ممكن تكون لابسة كويس لكن سلوكها ما كويس، عشان كده بتبدر بوادر بيقول لك يا أخي ديلتو كمان يا مولانا ديلتو، بتجي واحدة مش لابسة نقاب كمان وبرضه بتحرشوا بها. ليه؟ لأنه النقاب ده هو عنصر واحد من عناصر حماية المرأة من التحرش. في عناصر تانية، إذا هي ما سترت لسانها وبقت فاضحة بكلامها وفي تصرفاتها، يعني ممكن واحدة لابسة نقاب ومارقة الساعة اثنين زي ما دي قالت، ومارقة ومش مارقة مرقة يعني بتاع الظرف لحاجة، ممكن المرأة تمرق لظرف عندها مريض ماشي تجيب عربية تودي المستشفى أي حاجة زي دي، لكن هي مارقة مرقة بتاع التسكع ودي ظاهرة. عموما شيخ مزمل قبل يعني فرصة قبل الأخيرة وزماننا قرب، مسألة الختان الناس يتكلموا عنها بصورة وقحة جدا، يعني كونه يتناولوها ويسألوا المرأة عن نوع الختان بتاعها، وتتكلم المرأة وتجبر على أنها تكسر حياءها وتتكلم أمام الناس عن أمور زي دي، لا شك أنه عندهم أهداف من وراء الكلام ده. وكمان التطرع عن قضية الختان الفرعوني والحكم فيه معروف، يعني الختان الفرعوني في الشرع ما بجوز، وحتى اللي بيسموه سنة سوداني ما بجوز، لأنه برضو فيه هتك للمرأة وفيه أذية وفيه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. المسألة دي من أحد الحكم الشرعي معروفة. وحتى الختان السني الصحيح هو مكرم للمرأة، يعني سنة وأفضل للمرأة إنها تختتن، وبعضهم قد ما يحتاج، والموضوع ده تفاصيله كثيرة، لكن إحنا ما بصدد تناول الحكم الشرعي، إنما بصدد معرفة الأغراض شنو من وراء تناول مسألة الختان وكسر حياء المرأة قدام الناس، زي الزول بيعمل استطلاع ده ولا اللي بيناقش قضية الختان قدام النساء ويقول لها أنت مختونة وختنوك سنة كم وتضررتي كيف، المسألة دي الغرض من وراء شنو؟ الغرض من وراء تجريم الدين، تجريم الدين الإسلامي، لأنه هم بيقولوا دي من الجرائم أجاب الإسلام ختان الإناث، غير ضروبة الدين. وأصلاً الختان اللي بيسموه فرعون ده الدين ما جابه بل الدين حرم، إذا ما بيجوز. أي هو سموه فرعون نسبة لفرعون يكون تابع للإسلام، كيف فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فده حرام وده جريمة جرموا الإسلام. أما السن الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه، وجه الفتاة ذات أنظر للوجه أجمل لها وأحظى للبعل، فده كله فوائد. بعد ذلك حتى لو ما ختنه ما حرام، لأنه أصلاً الختان في السنة ذاته مكرمة زي ما تفضل شيخ أبو بكر، فهم قصدهم أصلاً يطعنوا في الدين. وحتى البرنامج ذاته
كله كده كمسرحية وتمثيلية طعن في الدين. كيف؟ في جزئية ما لاحظوا لها كثير من المجتمع فيما أظن، اللي هي لما نجيب ناس ضد الدين بيجاي يساريين زي البنات دي، ويجيب واحد بيجاي بيمثل الدين لكن يكون ضعيف في حجته، ضعيف في الحجة وضعيف في طرحه. نحن ما بنطعم في نية زول، يمكن يكون نيته خالصة لكن يكون شنو؟ ضعيف، ويختاروا اختيار. وده مش في البرنامج ده بس، ده في برامج كثيرة بيجيبوها دائما في قنوات كثيرة، الجزيرة وغيرها، يجيبوا لك زول شيوعي علماني كافر بالإسلام تب وبنبذ الدين من أول لآخر، يقول لك سيناقشه رجل يمثل السلفيين أو أهل السنة، يجيبوا زول ضعيف أضعف من ديل ذاته، ضعيف في البداية يبدأ يدافع لا هذا حرام ما نقبل به، يكون متفقين معه في النهاية يقوم شنو؟ يتنازل ويتفق معهم، فتطلع الشغلة درون تعادل. دي من أخبث الأساليب في ضرب الدين، واستخدموها النازل ذاته. شكرا، أنا برسل رسالة لأي شيخ شايف نفسه بيمثل جزء من الدين، إنه ما زوج بنفسك في تهلكة وتمثل الإسلام وإنت ما قادر تدافع عن الإسلام. وهم دل طبعا بيختاروا الشغلة دي اختيار، بيعرفوا زولهم بيجيبوه عشان ينجموا، زي ببرنامج اللي وضع جابوا واحد قالوا شيخ والله تشوفه خير منه ديك ذاته، الجماعة جوا جابوه في النهاية قال لا لا نسمع بهذا والعلماء افتوا بحرمتي، في النهاية قال أنا أتفق مع أن كل إنسان لابد أن ينال حريته الشخصية في كل ما يريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمثيلية دي، يقول الحلقة الأولى تبقى قوية، الحلقة الأخيرة شنو؟ تموت ترقص صلاة، ده الموضوع كله. فدي ده موضوع أنتم لابد تلاحظوا له في أي برنامج من القنوات الفاشلة دي والمجرمة دي كلها. لكن بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى فتح قنوات أخرى وأشياء أخرى، الناس قاعد ترد عليهم والحمد لله رب العالمين. الحق بقى واضح من التعليقات وغيره، يا أخي عشرات الآلاف من البشر أنكروا الكلام ده ونبذوهم بأبشع الألفاظ. جزاك الله. طيب بالنسبة لشيخ شهاب، ونحن ده نختم برنامجنا، مسألة استيراد الثقافات دي، يعني المجتمع مرات بينبهر بيقوم بيستورد له ثقافة، الثقافة دي بيكون عندها جذور تانية. أضرب لك مثال، يجي يقول لك عيد الأم، يعني عيد الأم ده أنت لما تشوفه كده حاجة سمحة، يعني عيد مع أمي واجيب لها وردة وهدية وكده ومشي أتغدى معاه. الثقافة دي عندها جذور في مجتمعات غير إسلامية ومجتمعات محطمة، ما زي مجتمعنا احنا المبني على تقاليد إسلامية قوية وأعراف. دي مبنية عندهم على إنه الأم دي من يوم ولدت الشافع مشت جدعته في دار الرعاية وما قاعد تقابله أصلا، عشان كده هو عشان يحتفل بأمه بيمشي بيقابلها في يوم معين وبيهدي لها هدية، زي ما هي بتقابله في يوم معين وبتهدي له هدية وردة. انت هل الآن دار تعمل مع أمك نفس الحاجة دي؟ في السنة تهدي لها وردة واحدة؟ يا أخي انت بتبير أمك في كل يوم من الأيام، وبترعى أمك وتهتم بيها، وانت ما بتشبع في بطنك إلا تتأكد ان أمك شبعانة، وما تطمئن ولا تغار عينك إلا تتأكد تماما ان أمك مرتاحة نفسيا. ولو أمك زعلانة منك الليل كله ما حتنوم، صح ولا ما صح؟ في واحد بخالف في الكلام ده؟ مش على مستوى القاعدين، على مستوى الأمة الإسلامية إلا من شذ. فعلى أي حال مسألة استيراد الثقافات المشوهة والمبتورة دي بقت في المجتمع موجودة كثير، ونحن دارين نعلق على لكن الزمن ما بوفينا. فدارين كده آخر رسالة كده في دقيقة نرسلها لأولياء الأمور، لناس القنوات اللي نشروا البرنامج ده، دار ترسلها للبنات اللي شاركوا في البرنامج، لأهلنا عموما المسلمين في السودان وفي غير السودان، رسالة معينة وقصيرة نحن دعنا نرسلها لأي جزئية من هذه الفئات. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أبدأ من حيث انتهى شيخ أبو بكر، إنه يعني الشيء ده ما بيشبهنا، وأصلا يعني هذه شعارات رفعت في الغرب لما يعانون مما جاء الإسلام بتجريمه وتحريمه. معليش هو
يعني آخذ أكثر من دقيقة لكن مهم جدا. هنا قال تقرير أعدته مؤسسة كومريس لقناة بي بي سي الإعلامية، دراسة استقصائية أجريت على 2031 فتاة، دير الكفار وده عامل اللي كم لأربعة دار يجوط السودان بأربعة وزارات مجهولات. المهم قال شخص من شخص من البالغين 37% قالوا إنهم تعرضوا للتحرش الجنسي، وتعرضت واحدة من كل 10 نساء لاعتداء جنسي يعني بريطانية، وامرأة واحدة من كل 10 نساء تعرضنا للتحرش تركنا العمل أو الدراسة. ودي المسألة اللي بيتكلموا فيها حقوق المرأة إلى آخر. طبعاً التحرش جدا عندنا ما مأزوم به. أيوة. يعني ده غير اللي اشتغلنا بمزاد كده. أيوة ده غير ال. طيب مجلة تايم الأمريكية قالت إن دراسة حديثة لمركز التحكم بالأمراض في الولايات المتحدة كشفت أن حوالي واحد من كل 5 نساء تتعرض للاغتصاب، بينما حوالي 40% منهن تعرضن للعنف الجنسي. عشان كده هم دارين يعني نفس الكلام اللي هناك دار يجي يطبقوا لنا هنا، ويعني يحملنا ما نحن أبعد عنه وما لا يقره الإسلام ولا دين. قال جاء في تقرير لوزارة العائلة الألمانية، وده قال برنامجهم وين؟ في برلين العاصمة الألمانية. مش قال جاء في تقرير لوزارة العائلة بعدين عملوا لها وزارة لأنه شغلة فرتقت. طيب قال عرض في اجتماع مركز إرشاد المرأة أن اغتصاب النساء في ألمانيا تقليد شبه يومي. يعني بيقى شنو؟ زي ما إنك بتشوف الزحمة في المواصلات في السودان وكده، فبقى في اغتصاب للمرأة يوميا كشبه التقليد، وأن واحدة من كل 7 نساء ألمانيات تعرضن للاغتصاب في حياتهن. ونشر التقرير في العاصمة برلين، شمل هذا الاستطلاع 15,000 امرأة أعمارهن ما بين 16 إلى 85. أنت بدلت أنت دي دالة 5 وبدل ما يمشي يحل ناس برلين يحل غناته دي جاي ولاقى له في 4 يوم 4 نساء، يعني يوميا بيلقى جنو بيلقى مرة واحدة. طيب ده ذات حكم على برنامج جوبي الفشل. وتحصي منظمة عالم المرأة على صفحتها الإلكترونية 160,000 حالة اغتصاب أو إكراه جنس سنويا في ألمانيا، وهذا يعني أن هناك، شوف المعدل ده خطير كيف، تما ترجع أرجع. طيب قال أن هناك جريمة اغتصاب تجري كل 3 دقائق، مش حاصل الناس ديل يا أخي الله يهديك. طيب قال وعبرت وكالة الحقوق الأساسية للإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي عن قلقها من حالات الإكراه الجنسي التي شملت بحسب تقديرها واحد من كل 3 نساء أوروبيات خلال فترة من حياتهن قبل الزواج أو خلاله أو بعده. قبل الزواج هم يتكلم عن زواج القاصرات وكلام كثير، وده هنا دل الأوروبيين، هنا في رجل دين هنا. طيب قال وأن هذا الواقع يشمل 62 مليون امرأة أوروبية. بعد ذلك قالوا ولما كان معظم هذه الحالات تجري بسبب المراتب العليا والصغرى في العمل، يعني خاصة في الجيش، ذاك عقيد وده ملازم، العقيد بيعمل تحرش بالملازم. اعترف قال كونغز هاوس المفوض البرلماني لشؤون الجيش الألماني بهذا الواقع، وانتقد هذا المفوض تصاعد النشاط اليميني المتطرف في الجيش وتزاود شكاوى المجندات من التحرشات والاستغلال الجنسي. يعني الشغلة دي من شدة الاغتصاب والكلام زي ده ونتيجة البرامج الشبه الزول ده من الجانب الألماني، زاد شنو الجانب بتاع الاسم شنو اليميني. يعني زي ما هنا يقول لك جل متشددين وزاد الهوس الديني زي ما هم بيقولوا، زادت نسبة التطرف اليميني فيما بيسموهم في الجيش الألماني. خلاصة الكلام إنه النازل ناس ملحدين لا أديان لهم، وقد قالوا مثل هذه الكلمات وسوداننا يشهد، وهم دائما يطلقون مثل هذه التصريحات التي تطعن الناس في دينهم وفي أهم ما يملكون. ويذكر الشعب السوداني أن شوقي تعريفة من الحزب الشيوعي قال في معهد المعلمين كلية التربية جامعة الخرطوم حاليا، قال لماذا تلوموننا نحن الشيوعيون على الزنا، إن الزنا عادة اجتماعية مورست حتى في بيت النبي الكريم، نعوذ بالله. وحتى في أدبياتهم في الجامعات بيقولوا التحية للستات العرق والمريسة التي تمارس بالليل الدعارة ثم تنجب أولاد الحرام فنحن أولاد الحرام، هم قالوا كده. طيب وأنا ماذا أعلق عشان ما يقولوا برضو
شنو تحرش الميم. قال فاطمة أحمد إبراهيم الهالكة الشيوعية قالت المرأة إذا زنت فإن الله لن يحاسبها. ودي قالت لو أنت ما مزول مني الله بحاسبني. طيب دي أنت كيف عرفتي أنه الله ما بحاسبها؟ قال لأن سياسة الحاكم هي التي دفعتها إلى ذلك. يا أخواننا من ناس الطب الناس القروا شيء متعلق بالطب زول جعان بيقدر يزني؟ إن شاء الله فيها سعرات حرارية وحاجات كثيرة فهمت؟ عائشة رضي الله عنها قالت كان يمر علينا الهلال والهلالان والثلاثة أهل في شهر ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. كيف تعيشون؟ قالت على الأسودين التمر والماء. فدين ناس ما دارين الدين، ناس ضد الدين، ناس قالوا قال لينين في كتاب مهمات اتحادات الشباب صفحة 172 قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك. قالوا ده ليه؟ ده نابع من وين؟ قال بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. فده الفكر الشيوعي. رسالتنا للآباء زيادة في التمسك بالدين، زيادة في الولاية ربنا سبحانه وتعالى أداك لها. المرأة هذه رسالة لكل فتاة مسلمة ولكل مرأة مسلمة أن تتمسك بدينها وأن تجعل قدوتها ليست اللائي يعني جئنا في هذا البرنامج ليطعن في الدين، وإنما تجعل أسوتها فاطمة وخديجة وعائشة رضي الله عنهن تدافع عن الدين وتري الله سبحانه وتعالى من نفسها خيرا بلبسها الطيب المحتشم المستتر، وتكون هذه مناسبة لإظهار هذه الشعيرة العظيمة التي هي غيظ لهؤلاء المنافقين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ونقول للشباب زيادة من التمسك بالدين وزيادة من الحشمة والحياء، زيادة من الرجولة، زيادة من المروءة، زيادة من المواقف التي تغيظ هؤلاء المجرمين العلمانيين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزاك الله خير وبارك الله فيك شيخ أحمد. شيخ شهاب شكله برضو مارس الحرية بتاعته وأخذ من زمن كثير، فكده أختم لنا في دقيقة ونص كده. أذكر نقاط في ختام الحلقة دي، يعني نقاط يعني مهمة جدا وتكون كرسائل. النقطة الأولى يا جماعة، السودان ده الناس اللي بيطالبوا بالحريات وكذا وكذا وكذا، الناس ذي والذي رفع السماء لو ذهبوا إلى غير هذه البلاد لوجدوا أنهم من أكذب الناس في ادعائهم أن هذا البلد يكبتهم. إذا كان البلد ده يا جماعة فيه زول بيقول غير الله بنزل مطر، صح ولا ما صح؟ الموضوع ده ما نحن لازم ندخله، ده ما موضوعنا الأساسي. في زول في البلد دي بيقول غير الله بنزل المطر، صح ولا ما صح؟ اسمه منو؟ صلاح الخنجر، ولاف في البلد دي يأكل من أكلها ويشرب من شرابها ويركب مراكبها وينام ويقوم إلى آخره، وده بيجمع. في نساء متبرجات، الناس اللي بيتكلموا عن التبرج وخلونا على راحتنا وكذا ونحن ما لاقين حريتنا، ما مشوا شارع النيل؟ ما مشوا الشارع الثاني بتاع النيل في الخرطوم وفي أم درمان؟ ما دخلوا الجامعات الناس اللي فطوا المراحل دي كلها؟ يا أخي ده كذب. ده أنا بتكلم عن الواقع مش تقرير الحكم شنو الشرعي، وإلا ده كله نحن ضده. النقطة الثانية، الأولاد ديل الجابون في البرنامج ده ما بمثلوا السودان لسببين. السبب الأول التعليقات الذكرى وقرأ لنا شيخ أبو بكر ده، وديل سودانيين علقوا وانتقدوا البرنامج ده وما لقوا فرصة جوا شنو البرنامج. وأكثر التعليقات قبيل أخونا شيخ شهاب ده في تلفونه، أكثر التعليقات ناس رادين على النازل، ناس رادين عليهم بأبيات شعر وناس بكلمات ساي وناس جايبين مستهترين بالبنات ديل المتبرجات ما بيشبهوا أصلا عادة السودانيين، فضلا عن الكلام عن الدين. الدين ده ما أصله شيء كامل وده الواجب. بل في شباب بعضهم مفلفل شعره عنده تعليقات في الفيديو جابون نقدوا الكلام ده، صح ولا ما صح؟ والناس مرقوا برا دول الخليج وغيره جزاهم الله خير. شيء دول السودان، انت بتعرف السودان ولا شو؟ اولا مش دي، في واحد في السجانه
محل الجوازات اسمه شمس الدين. قال لي والله السودانيين ديل برا، انا قال لي شغال في السعودية. قال لي يذكرون بالنخوة والرجالة والكرم وما بتزلوا ليزول، ممكن في كلمة يجوا راجعين السودان، وكرمة ورجال ونساء عفيفات. انت دار تمثلهم بثلاثة، اثنين واحد لابس بنطلون وطرحة، بنطلون شنو وطرحة، يعني حلت المكنة وركبت اللساتك دي، تدور كيف الشغلة، شعار كاشف والوش ما تعرف وش ولا حوش روضة أطفال، كله ألوان وأشكال. يا بيت أخير ليك ما تمثل السودان، وبشر نساء السودان والله يتو في خير. كان ما في خير البرنامج ده ليه ما سووه في دولة كلها عرايا، سووه في دولة خصبة لأنه فيها خير، جو يفسدوه ولا ما جو يفسدوه. والمرأة السودانية دي نحن بنحترمها والله، في المواصلات الناس شفتهم بعيني، شباب يقيفوا على حيلهم وقعدوا المرأة، حاصل ولا ما حاصل؟ وشاب تجي مرأة سودانية ولا غير سودانية، زول يعتدي عليها بكلام، لو ما قريب الشاب ده يدافع عنها ويضارب. وأنا والله كيفني جدا إنه اللي انتقدوا البرنامج ده ما ناس دين فقط، بل غير الناس اللي بينتسبوا لشنو؟ للدين، لأنه ده كلام يعني لا يقبله العقل ولا النقل ولا غير ذلك ولا يقبله راشد. موضوع ده طويل يا أخوان، أنا ما داري إن جوته كثير، وبشركم الشغلة دي ماشية والدعوة ماشية والتوحيد ماشي، ونسأل الله يوفقنا أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، وبارك الله في كل من له نخوة وكل من له غير من السودانيين وغير السودانيين. ويا جعفر ولا خضر شغل جايك لقدام برضو، سلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير جميعا على حسن الاستماع، ونكتفي أخواننا بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما فيه الخير.